وصولها إلى رئاسة جماعة ترابية بوسط قروي لم يكن قبل سنوات معدودة بالأمر الهين، لكن إكرام بعبيد تمكنت خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة من تحقيق هذا الهدف بعد فوزها برئاسة جماعة ولد علي الطوالع بإقليم بن سليمان. في أوائل العشرينات من عمرها أصبحت إكرام أصغر رئيسة جماعة بالمغرب بعد أن سارت على خطى والدها وأسرتها التي تهتم بالعمل السياسي، والتي كانت أول محفز لها من أجل ولوج هذا المجال. بلوغ هذا المنصب لا يشكل بالنسبة إليها مرحلة لتتويج أهدافها بقدر ما هو بداية لتحديات كبرى عنوانها الرئيسي إثبات الذات وتأكيد كفاءة المرأة. الفضل يعود لأنني وصلت رئاسة جماعة ولاد علي الطوالع لساكنة جماعة ولاد علي الطوالع اللي شافوا سمعوا سيدنا كينادي في خطاباته السامية على إدماج المرأة المغربية في تسيير وتدبير الشأن المحلي، وهاد الناس على أمل تنمى جماعتنا حطوا على رأسهم امرأة لهدف وحيد وهو تنمية جماعة ولاد علي الطوالع. هي صراحة في الأول كانت كتبة لي مهمة يسيرة، ولكن بحكم تجربتي البسيطة اللي دازت فكنظن أنها من أصعب المهام، لأن القانون خول الرئيس الجامعة ولا رؤساء الجامعات ولا رئيسات الجامعة عدة صلاحيات، فكتكون أنت هو المخاطب الأساسي بالنسبة للمواطنين وأنت هو اللي كتفك المشاكل ديالهم ولا الإشكالات ديالهم. عملها الميداني كرئيسة جماعة محق حقيقي، فيه تواصل مباشر مع ساكنة تتطلع إلى من يمثلها وينصت لانشغالاتها بكفاءة. بحال مثلنا بحال الراجل بحال ما كاين حتى شي مشكل ما كاين والو. أما لقاؤها مع نساء القرية ففيه كثير من الحميمية والصحبة، هي رئيسة الجماعة لكنها أيضا ابنة القرية امتداد لطموح كثيرات منهن. شنو تقولي للمرأة عامة؟ شنو تقولي لها؟ هذا افتخار لبلادنا، بلا المرأة كتزيد قدام، ماشي غادا تبقى ربات البيت، كتلقاها متقدمة شوية الحمد لله. فرحنا لها والله تفرحنا لها من البلاد وكل شيء، والله تفرحنا له الحمد لله. كنشوف تجاوب كبير خصوصا من طرف النساء، لان منين كان راجل ما تلقيش مراه خارجه عند راجل، فهمتي؟ ولكن دابا منين ولات مراه وليت كنعرف بزاف النساء اللي كيخرجوا عندي كيتجاوبوا معايا. تجاوب من طرف رجال ونساء هذه القرية مع رئيسة الجماعة تأكيدا على أن الكفاءة وحدها حد فاصل بين الرجل والمرأة في إدارة الشأن المحلي.